يتعرض الكثير من الناس إلى مشاكل صحية مختلفة، ومن بين هذه المشاكل ما يعرف بمرض الدوالي، والذي يصيب النساء بنسبة أكثر من الرجال، ويكون عبارة عن توسعات في الأوردة الدموية بحيث يصبح قطرها أكبر، كما يمتد طول هذه الأوعية وتصبح أكثر التواء وتعرجا بدلا من أن تكون مستقيمة إلى حد معين. كما يعد مرض دوالي الساقين من الأمراض الشائعة، ويمكن تعريفها على أنها أوردة دموية منتفخة وملتوية تظهر أسفل سطح الجلد، وقد تصيب أي جزء من الجسم، ولكنها أكثر شيوعا في الساقين. وبحسب المصادر الطبية، إن من أبسط أشكال الدوالي ما يسمى بالأوردة العنكبوتية، الذي يصيب الشعيرات الدموية، وهي أصغر أوعية الجسم، وغالبا ما تظهر الأوردة العنكبوتية على الوجه والساقين. هذا وتشير المصادر الطبية إن لمرض دوالي الساقين أعراض عديدة، منها ظهور الأوعية الدموية باللون البنفسجي الداكن أو الأزرق أسفل الجلد، أو انتفاخ الكاحلين والقدمين خصوصا بعد الجلوس أو الوقوف لمدة طويلة، بالإضافة للشعور بثقل وألم في الساقين، فضلا عن الشعور بوجود تشنجات أو نبضات فيهما، وفي بعض الأحيان قد يشعر المصاب بالحكة أسفل الساقين والكاحلين. وللخلاص من مرض دوالي الساقين عليك الاعتناء بصحتك والقيام بخطوات عملية عديدة، ومنها ممارسة التمارين الرياضية وتخفيف الوزن الزائد وعدم الجلوس لفترات طويلة، فضلا عن مراجعة الطبيب المختص واستشارته لتوجيهك نحو الطرق الصحية والسليمة. لبرنامج اسأل طبيبك، أمجد الكبيسي.